وبالعودة إلى موضوع أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بين الضغوط الخارجية والفشل الإداري في العراق ينضم إلينا أحمد الجميلي الصحفي العراقي عبر الهاتف من بغداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا. بداية، بحسب موقع أويل برايس، إن تهديد إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق يعيد التذكير بفساد قطاع الكهرباء في العراق. برأيكم، هل نجح الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة ملف الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم في إخراج العراق من أزمة الطاقة الكهربائية التي ألمت به نتيجة الحصار ثم الاحتلال؟ للأسف يعني موضوع الكهرباء يعني منذ أكثر من 16 عاما ثبت أن أزمة الكهرباء ترتبط ارتباط مباشر بالإبقاء على مصلحة إيران في تصدير الغاز وكذلك تصدير المشتقات النفطية الأخرى للعراق من أجل جني ثروات وأموال طائلة شهريا. ولعل اليوم ما يتعرض له العراق من ضغوط من إيران تتمثل بقطع إمدادات الغاز الذي يقوم بتشغيل محطات الكهرباء التي أنشأها في الصيت والذكر الوزير الأسبق لوزارة الكهرباء حسين الشهر الثاني، يؤكد هذا الاتجاه من أن إيران اليوم تمارس ضغوطا انتهازية للحصول على ما بذمة العراق من أموال لإيران، على حد وصف البيان الذي أصدرته وزارة الطاقة الإيرانية. اليوم العراق يعاني من أزمة كهربائية كبيرة جدا، العاصمة بغداد وكذلك معظم أو أغلب مدن الوسط وجنوب وغرب العراق. تجهيز الكهرباء لا يزيد عن ساعة أو ساعتين في النهار الواحد. إذن هذا طيب فشل. طيب يعني إلى ما ترجع فشل كل هؤلاء الوزراء الذين أداروا هذا الملف رغم المليارات التي أنفقت على القطاع وكذلك شراء محولات وتمديدات كهربائية لازمة لرفع الطاقة الإنتاجية في البلاد؟ نعم، ما تمتلكه إيران من نفوذ ومن تسلط على كل الحكومات المتعاقبة في العراق حول وزارة الكهرباء إلى مجرد حصالة نقود لإيران وكذلك للأحزاب والميليشيات المرتبطة بها. اليوم تشير التقارير إلى أن أكثر من 160 مليار دولار تم إنفاقها على ملف الكهرباء، وللأسف النتيجة أن اليوم العراقي يحلم بأن ينعم بساعات متواصلة من الكهرباء. المواطن العراقي يعيش في جهنم في الصيف وفي الشتاء يعني يحلم برؤية الكهرباء. خطوط الطاقة والمولدات والخطوط الناقلة كلها سيئة جدا. المحطات الكهربائية التي أنشئت في الجنوب وفي وسط العراق تعتمد اعتماد كلي على الغاز، والمفارقة أن العراق لا ينتج الغاز، بل أن أضمان كبيرة من الغاز العراقي المصاحب لعمليات استخراج النفط يذهب هباء في طيب. الهواء. بعيدا عن تربح إيران من وزارة الكهرباء وأيضا عن تربح الوزراء أنفسهم منها، هناك من يرى أن أزمة الطاقة الكهربائية مفتعلة لتربح الميليشيات من الأتاوات التي يجنونها من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، إلا ألا تعد ذلك أحد الأسباب التي تفاقم أزمة الكهرباء برأيك؟ نعم بالضبط. يعني أنا أذكر إليك حادثة واحدة حصلت فيها الأنبار قبل يومين أو ثلاثة أيام، أعلن قائم مقام حديثة من أن الخطوط الناقلة للكهرباء قد تم تدميرها بالكامل. أكثر من 17 برج لنقل الطاقة الكهربائية تم تدميرها بالكامل، والمفارقة أن هذه الخطوط الناقلة تقع ضمن مسؤولية أمنية لقوات الجيش وكذلك لبعض فصائل ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الخطوط تم تدميرها بالكامل، وأصابع الاتهام تشير إلى
جهات متنفذة داخل هذه الأجهزة الأمنية تتربح من مقاولات إعادة إصلاح هذه الخطوط وبالتالي جني أموال طائلة، وهذا مثال بسيط على ما يجري. نعم. أحمد الجميلي الصحفي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.